بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم بالدول الأعضاء لمكتب التربية العربي، معالي الأخ الدكتور نايف فلاح الحجرة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي الأخ الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وممثلي المنظمات المشاركة، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب أن أرحب بكم جميعاً في افتتاح المؤتمر العام 26 لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، والذي ينعقد اليوم تدويجاً لانتهاء الدورة البرامجية والمالية 2019-2020 للمكتب وأجهزته، وبدء دورة جديدة من العمل التربوي المشترك بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي بدولنا الخليجية. ويشرفني أن أنقل إليكم تحياتي مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لفعاليات المؤتمر. وأود بداية أن أتقدم بخالص التعزية والمواساة لمملكة البحرين الشقيقة حكومة وشعبا في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. الإخوة أصحاب المعالي والسعادة، يسرني أن أعرب لكم عن خالص الشكر وعظيم التقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة ومساع طيبة لتحقيق أهداف المنظومات التعليمية بدولنا الشقيقة وتطلعاتها وآمالها المستقبلية وبلوغ ما تصبو إليه مجتمعاتنا من تقدم ورقي. كما يسرني الترحيب بمعالي الأخ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقدمة خالص الشكر والتقدير له وللأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على الجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون التربوي المشترك. ويسرني كذلك أن أتوجه بالشكر لمعالي الأخ الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج وجميع العاملين بالمكتب على جهودهم الطيبة لترجمة أهداف المكتب. وأود هنا الإشادة بدور المجلس التنفيذي في متابعة وتوجيه أعمال المكتب، مقدمة خالص الشكر والتقدير للمجلس ولرئيسه السابق الدكتور حمود بن خلفان الحارثي ورئيسه الحالي سعادة الدكتور عبد الله بن خميس أبو سعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم. كما أرحب برؤساء وممثلي المنظمات المشاركة، مشيدة بالتعاون القائم بين المنظمات المرموقة ومكتب التربية العربي لدول الخليج لما فيه صالح دولنا الشقيقة. الإخوة أصحاب المعالي والسعادة، لا شك أن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 قد أثرت على كافة جوانب التنمية في دول العالم ومن بينها قطاع التعليم، إلا أن ما قامت به دولنا الخليجية في هذه الظروف العصيبة من دعم سخي للتعليم وما وفرته من إمكانات لاستمراريته وما تحقق من إنجازات في جوانب التعليم عن بعد لهو محل فخر واعتزاز وإشادة من المنظمات الدولية، إذ تمكنت المنظومات التعليمية الخليجية من سرعة التجاوب مع المعطيات الوبائية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والتعاطي مع مختلف التحديات التعليمية والتقنية التي أفرزتها هذه الأزمة.
وذلك من خلال تعزيز التحول الرقمي للبيئة التعليمية ضماناً لتلقي الطلبة والطالبات تعلمهم بكل سهولة ويسر. وإنني لعلى يقين من أننا سنواصل المسيرة التربوية بكل كفاءة واقتدار، متجاوزين كافة الظروف المحيطة بأنظمتنا التعليمية من جراء هذه الجائحة، متطلعين إلى مستقبل أكثر إشراقاً لشعوب المنطقة ومجتمعاتها، مسترشدين في ذلك بالنهج الحكيم والرؤية السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، الإخوة أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم. يتضمن جدول مؤتمرنا هذا عرضاً عن سير العمل في الدراسة التي وجهتم مكتب التربية بإجرائها لتجسير الفجوة بين التعليم ومهارات وظائف المستقبل، كما ستطلعون على تقرير تنفيذ برامج الدورة البرامجية والمالية 2019-2020، وعلى منظومة البرامج المزمع تنفيذها في الدورة القادمة 2021-2022، إضافة إلى مشروع ميزانية المكتب وأجهزته، وسيكون لما تتخذونه اليوم من قرارات وتوصيات تأثيره في دفع مسيرة مكتب التربية ودعمها. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم. في الختام أسأل الله العلي القدير أن يكلل مساعينا بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ أوطاننا من كل سوء، وأن يديم علينا نعم الرخاء والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي، الإخوة والأخوات، أمامنا الآن اعتماد جدول أعمال المؤتمر، فأتوقع أنه الجدول أمامكم. تفضل معالي الدكتور. معالي الدكتور ماجد. شكرا معالي الرئيس. أنا فقط بغيت أتقدم لكم أيضا باسم مملكة البحرين على خالص ما تفضلتم به من معاني وتعزية في فقيد البحرين غفر الله له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وإنما عبرت بهم جميعا من أول لقاء معاكم في هذا اليوم يحمل كل معاني الأخوة والمحبة التي أسأل الله تعالى أن تدوم بيننا، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ولا يريكم جميعا مكروه فعزيز. شكرا جزيلا معالي الرئيسة. شكرا معالي الدكتور. أمامكم اعتماد جدول أعمال المؤتمر، فهل من ملاحظات على جدول الأعمال؟ على كذا نعتبر الجدول أعمال المؤتمر تم اعتماده. الآن الكلمة لمعالي الأمين العام، معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. تفضل معاليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً معالي الرئيس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم معلمنا الأول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الأخت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، رئيسة الدورة المالية للمؤتمر العام. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوات والأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في بداية هذا الاجتماع أن أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان لمقام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم على الدعم المستمر والمتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وبخاصة في مجال التعليم، إيمانهم حفظهم الله بأهمية الاستثمار في تعليم أبناء دول المجلس أجيال المستقبل، ثروة الأوطان وعماد التنمية. كما يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر لكم أصحاب المعالي والسعادة على جهودكم المقدمة مخلصة في قيادة قطاع التعليم وما قدمته وزاراتكم الموقرة من جهد في مواجهة الصعاب وحسن إدارة لاستمرار التعليم
خلال فترة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 لحماية أبنائنا من هذا الفيروس والحرص على استمرار العملية التعليمية عن بعد، وهذا يدل على وجود بنية تحتية جيدة قبل الجائحة وتطورت خلالها وبصورة سريعة ضمنت استمرار انتظام العملية التعليمية وفقا للتحديات الجديدة. ولعلني أسعد وأتشرف بأن أشارك اليوم للمرة الثالثة خلال هذا العام باجتماعاتكم المباركة، وهذا دليل على حرصكم على التنسيق في مرحلة الجائحة واستمرار العمل الخليجي المشترك رغم الصعاب وانشغال الجميع خلال فترة العام الدراسي. وقد اتخذتم العديد من القرارات الفاعلة التي نعمل نحن في الأمانة العامة على تنفيذها مع وزاراتكم الموقرة وبالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أشيد بجهود مع الأخ الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج في حسن الإعداد لهذا الاجتماع وفي إنجازات المكتب الرائدة والمتميزة لتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وكذلك الأمانة العامة. أصحاب المعالي والسعادة، شهد العام 2020 بالإضافة إلى جائحة كورونا رحيل قامات خليجية ساهمت في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، انتقلوا إلى رحاب الله ولكن تبقى جهودهم وبصماتهم ماثلة للعيان وشاهدة للتاريخ على ما حظيت به هذه المسيرة منهم رحمهم الله جميعا من عمل مخلص وصادق ودؤوا للحفاظ على هذه المنظومة المباركة. نستذكر بكثير من العرفان والإجلال والتقدير صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وسمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة الذي ودعنا في الأسبوع الماضي، سائلين المولى لهم الرحمة والمغفرة ومستذكرين مساهماتهم وعطاءاتهم الكبيرة والخالدة والتي نأمل من الله سبحانه أن نوفق في تحقيق أهدافها ورؤاها. أصحاب المعالي والسعادة، أن الدعم السخي الذي تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك في التعليم من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يحفظهم الله هو الدعم الحقيقي الرفيع لتحقيق طموحات مواطني دول المجلس، ويعد أيضاً فرصة لقطاع التعليم لتقديم التوجهات والرؤى المستقبلية لهذا القطاع الهام ومتطلباته في مرحلة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 التي تعد مرحلة تاريخية وغير مسبوقة في عمر البشرية، عملت تغييراً كبيراً وسيستمر التغيير في سياسة ومنهجية العمل في كافة المجالات، مما يتطلب أيضاً محاكاة منهجية التعليم المستقبلي من جهة وتأهيل أبناء دول المجلس لهذه المرحلة من الجهة الأخرى، وبخاصة بأن العالم بدأ بالتغيير وسيستمر في ذلك وبصورة سريعة، الأمر الذي سيؤثر على كافة مناحي الحياة ومتطلبات واحتياجات المستقبل. ولعلي أستذكر هنا الاجتماع الاستثنائي للمؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم في دول المجلس والذي عقد في 10 يونيو 2020، والذي أشرت فيه إلى ضرورة التفكير الجماعي لمواجهة 3 ملفات تمثل أولوية قصوى فرضتها جائحة كورونا، هي أولاً تبني معايير موحدة للتعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد بناء على مخرجات الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي الذي عقد في 18 مارس 2020، ثانياً التركيز على الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يواجهون صعوبات في التعلم لضمان عدم تأثرهم وتأثر تحصيلهم العلمي في مثل هذه الظروف، ثالثاً تأهيل المعلم للتعامل النفسي مع الطلبة ومساعدتهم لتجاوز آثار تلك الجائحة وتمكينهم من التعامل مع أي مستجدات طارئة قد تؤثر على مسيرة تحصيلهم العلمي. أصحاب المعالي والسعادة، أود في ختام أن أكرر شكري وتقديري لمعالي الأخت الكريمة الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وإلى أصحاب المعالي والسعادة، كما أشكر طاقم العمل الذين شاركوا الجهد الدؤوب في تنظيم هذا الاجتماع
سأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا على طريق الخير والمحبة وأن يسددنا لما فيه خير وصلاح الجميع. شكرا معالي الرئيس. شكرا معالي الأخ الأمين العام. الآن ندعو معالي الدكتور علي القرني المدير العام للمكتب أن يلقي الكلمة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا صاحبة المعالي. أستأذن معاليكم وأصحاب المعالي في أن أفسح المجال لزملائي مديري وممثلي المنظمات المشاركة السيدة ستيفاني جيانيني مساعدة المدير العام لليونسكو في التعليم، والسيد أندرياس فاشر مدير إدارة التعليم والمهارات في الـ OECD، ومعالي الدكتور سالم مالك مدير عام لسيسكو، ومعالي الأستاذ دكتور محمد ولد عمر في الإلكسو مدير عام الإلكسو. أعتز بمشاركتهم اليوم وسأوفر حديثي لهم لإلقاء كلمات توفير الوقت، ولأن جدول العمل يتضمن عدة مداخلات لي في سياق جدول العمل ولا أريد أن أثقل عليكم، لكنني لابد أن أسجل هنا خالص العزاء والمواساة لمملكة البحرين في وفاة أحد قادة العمل الخليجي سمو الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. شكرا معالي. شكرا معالي الدكتور. متفقين، وبالتالي الكلمة الآن للمديرة العامة المساعدة لمنظمة لقطاع التعليم في منظمة اليونسكو، أتوقع وفق الجدول، لا عذرا بسبب التعديل، الكلمة فعلا لمنظمة اليونسكو ستيفانيا جياني، the assistant director general for education at UNESCO. Please, the call is yours. The floor is yours to give your speech. Thank you very much. شكرا جزيلا. أسعد الله صباحك سعادة الحضور ومعالي الحضور. أسعد الله صباحك، وأنا سعيد جدا أن أنضم إليكم إلى هذا المؤتمر السادس والعشرين. ودعوني أقول قبل أن أبدأ عن مستقبل التعليم، عن الالتزام والإرادة السياسية والشراكة أيضاً. وأيضا وقد تصلنا على ذلك على هذه الأبعاد. إضافة إلى ذلك أيضا هذه القيم مهمة جدا، هذا العناصر. دعيني أدعونا أبدأ أولا بالشكر، بالتوجه أيضا بالشكر على هذا الدعم المتواصل الذي تقدمونه، وهو حقيقة فعالية مهمة جدا وشركاء مهمين جدا، ويتمحور حول الجهود التي تقدمونها أيضا، والتقدم عن أيضا عن الشراكة والعضويات في التعليم بالنسبة، وأيضا اللجان المتعلقة بذلك. وأتمنى أيضا أن يكون أيضا تتمتع بحيوية كما هي الحال، وتستمر بهذه الحيوية للدكتور عبد السلام الجوفي، أيضا شكر خاص له. وأفكر أيضا في هذا المجال بالنسبة للدعم، تقديم الدعم اللغة العربية أيضا لحد أهداف التنمية المستدامة ضمن تطبيق الطموحات والرؤى أيضا بالنسبة للدول الأعضاء، ضمن هذه بما في ذلك أيضا المساواة بين الذكور والإناث، وأيضا الطموحات الموجودة التي تنص عليها وتركز على، إضافة إلى ذلك خلال هذا الوقت العصيب وهذا الوقت الاستثنائي الذي كلنا نمر فيه، والأثر الذي ألقت بظلاله أيضا COVID-19، وهو أثر ضخم عملاق، والمنطقة برمتها أيضا تحمي نفسها من جاء. وزرت بيروت أيضا في قبل ذلك، قبل الانفجار طبعا في الذي حدث في بيروت والذي أثر على المدارس إلى حد كبير، والآن بالنسبة للشهور الثمانية الماضية التي مرت كنا نمر أيضا كما تعرفون، مررنا في هذه الجائحة العالمية التي أحدثت تعطلا كبيرا في التعليم، وانتشار هذه جائحة COVID-19 في الكثير من الدول التي أغلقت المدارس كما هو الحال في أوروبا في دول أخرى أيضا. فبقينا كما تعرفون أيضا
جزءا اساسيا من يونسكو ايضا لاستمرار عمليه التعليم والتعليم والتعلم بالنسبه للاطفال في المدارس وحتى ايضا في الدول العربيه، والتي يمكن ايضا ان نجعل ذلك كما تعرفون منذ البداية، منذ بداية هذه الجائحة التي عصفت في العالم والتي قامت الدول العربية والمنظمات أيضا ضخت هذه الروح في التعليم لتأسيس ذلك منذ البداية، منذ بداية في آذار في مارس بالضبط. لكن نعرف تماما أيضا الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أيضا عندما تحدث عن السياسة العامة، خصوصا عندما كنا نتحدث عن مخاطر والتي ألقت بظلال هذه الجائحة والتي على الدول العربية، والتي حقيقة لم يتمل التوصل إلى حل لها وحسابها بشكل دقيق، والتي استمرت أيضا إلى 4 شهور في عدد من الدول أيضا وفقا للدراسة والاستبيان الذي قمنا به. كما تعرفون المخاطر والميزانيات المتعلقة بالتعليم لم تتم أخذها بعين الاعتبار في ذلك أيضا، والكثير من الأطفال الذين أيضا يفقدون التعليم في المدارس، وهنالك حوالي 22 مليون طفل أو طالب خرج من المدارس سواء كان ذلك في المرحلة الابتدائية أو حتى المرحلة الجامعية، لأن أثر الجائحة كورونا أثر على ذلك. هذا السبب الذي يجعل من التعليم ومن التعاون والتنسيق مهم جدا بين الدول. كما تعرفون ABGS أيضا هي شريك مهم جدا في يونسكو أيضا بالنسبة على أهمية هذه المبادرات المهمة جدا خلال التعليم وتنفيذها، وتنفيذ أيضا والنقاشات المتعلقة بالسياسة، سياسة التعليم وشراكة التعليم في المنطقة كأداة مهمة جدا لخلق هذا السلام وخلق التعليم وخلق الفرصة التعليم. وكما تعرفون فإنني أرى هذا من العناصر الأساسية والركائز الأساسية للتعافي من جائحة كورونا على المستوى الشخصي والمستوى المجتمعي. ومؤخرا أيضا قامت المنظمة في مبادرة منطقية أيضا وتحالف بالنسبة تحالف إقليمي لتقديم الدعم للطلاب خصوصا في التصريحات التي دعوني فقط أذكركم في النتائج التي توصلنا إليها في هذا الاجتماع في أكتوبر. كما تعرفون كما تتذكر كان هناك حضور أيضا من رؤساء الدول وأيضا الوزراء المعنيين، طبعا التزموا بوجود او بوضع ميزانيه كبيره للتعليم، والرساله واضحه جدا، وهذا طبعا مهم وهذا واجب، واتفقوا ايضا على وضع اولويات التعليم في البدايات او في طليعه هذه الجدول. كلما كما تعرفون ايضا كانت اغلاق المدارس اطول، كلما كان الاثر السلبي على الطلاب كان اكبر ايضا. النقطة الثانية أيضا دعم المعلمين لأنهم هم في الخط الأول في عملية التعليم، ونتأكد من حمايتهم وسلامتهم. النقطة الثالثة أيضا تطوير المهارات، والنقطة الأخيرة أيضا وضع المساواة من الأولويات الأساسية بين الذكور والإناث وبين كافة أيضا الفئات العمرية والالتزام. AGBS كما تعرفون هي جزء مهم جدا وشريك مهم جدا ايضا في التعليم وفي دعم التعليم، في خصوصا في التعاون ايضا القائم بين دول الخليج، يسهل الى التعاون القائم بين دول الخليج ايضا. اضافه الى ذلك بنينا مع بعض البعض شراكات في خلال كثير من المبادرات لدعم التعليم، بما في ذلك طبعا خلال منصات التعليم القائم على البعد، وايضا التاكد ان التعلم لن يقف في مكان. ABGS ايضا تتعاون وبشكل وثيق مع يونسكو ايضا والمؤسسات في المنطقه العربيه. اضافه الى ذلك ايضا دعم السياسات المتعلقه بالمعلمين. أكثر من أي وقت مضى حقيقة نحتاج إلى تعاون إقليمي ودعم أيضا وتضامن إقليمي وتعاون ودولي. إنها نداء العمل، نداء أن نأخذ هذه الأعمال على مستوى الجانب العملي، نترجم على أرض الواقع خصوصا على هذا البعد والذي أيضا له علاقة بالتعليم العالي والتعليم العادي. مرة أخرى أقول ABGS أيضا كما قلت تقدم الدعم خصوصا في ان نصل
إلى أهداف الأهداف الموجودة في التعليم، وهو تقوم بدور مهم جدا على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي، بما في ذلك تطوير المناهج والتعلم والتعليم وأيضا وتقييم التعليم أو التعلم، وهو بعد آخر لابد أن نركز عليه خصوصا، وأيضا إشراك الجهات والفئات العمرية أيضا، والذي أيضا أصبح الأمر في غاية الأهمية متزايدة خصوصا في المستقبل، وأيضا البعد المتعلق بالمدارس وبالتعاون والتنسيق أيضا مع يونسكو، بما في ذلك أيضا الجامعات الأساسية جامعة هارفارد وأيضا الجامعات الأساسية العملاقة. طبعا هذا يسهم إساما كبيرا جدا للمساواة بين الذكور والإناث، والتحديات المتعلقة أيضا بذلك كلها هي عملية جمع هذه العناصر مع بعضها، التميز في التعليم والتعلم وأيضا الشراكة والمساواة، كل ذلك أيضا كل ذلك إذا بحيث أن كل طلاب لا يمكن إقصاء أي طالب منهم، عندما نرى المساواة بين مستوى عالي جدا من المساواة بين الطلاب. إضافة إلى ذلك أيضا نعمل على رفع وتعزيز الشراكات خلال التنسيق والتعاون، لأننا نولد بذلك المعرفة والتعليم والعلم. هذه هي الطريقة التي نريد أن نقوم بوضع هذه الفرص التي نقوم بوضعها على أرض الواقع أيضا، ليكون لدينا فرص أن نتخطى الحدود وأيضا نفتح الأبواب على مصرها لخلق أي شراكات، وأيضا تغيير الأنظمة عندما يطلب الأمر تغييرا في ذلك. وهذا الأمر أيضا عن قوة عن المجتمعات من خلال التعليم ومن خلال التحول. أنا وبذلك سيدي أشكركم على الانتباه، وأيضا أقدر هذه الدعوة الكريمة وأقدر هذه الجهود الجبارة. شكرا لك على المدير مساعد المدير العام على هذه الكلمة الطيبة. حقيقة سأتحدث نيابة عن زملائي، فخورون كل الفخر عن التنسيق والتعاون بين طبعا مكتب التربية للتعليم أيضا، ونحتاج حقيقة أيضا أن نعمل بشكل أكبر من حيث التضامن والتعاون والتنسيق، من حيث رفع مستوى التعليم، ومن حيث أيضا المساواة بين الذكور والإناث، وأيضا أيضا الفئة العمرية. إذا أشكرك على ما تفضلت به لإلقاء الضوء على هذه النقاط الأهمية. شكرا جزيلا لك. لمعالي الدكتور سالم المالك، مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الأيسسكو، تفضل معاليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحبة المعالي رئيسة المؤتمر، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لمكتب التربية العربي لدول الخليج تنظيمه هذا المؤتمر 26، معبراً عن تقديري للجهود التي ما فتئ المكتب ينهض بها بكل مسؤولية إزاء المستجدات التي يشهدها المجال التربوي التعليمي. يجيء هذا المؤتمر في مرحلة تعاظمت فيه المسؤولية، فألقت أسئلة كبرى بظلالها على أعمال مؤتمركم هذا، لعل من أهمها التساؤل: أما إذا كنا على أهبة الاستعداد لعام جديد يحمل في طياته آمالاً بتجاوز آثار هذه الأزمة، وهل منظوماتنا التعليمية مهيئة للتكيف مع المقبل من التوقعات، أم أنه سيكون عاماً مرتبكاً يضيف مزيداً من الأعباء على كاهل أنظمتنا التعليمية التربوية، فيعمق من الفارق المنظور وتتسع الفجوة المؤسسية، ليترتب على ذلك هدر تنموي غير مسبوق يزيد من الفاقد التعليمي لدى الطلاب ويؤثر على مستوياتهم. إن هذا التساؤل المغلق يحتم علينا وضع سيناريوهات وبدائل ذكية تتسم بالجدة والمرونة اللازمتين في مثل هذه الأزمات. أصحاب المعالي والسعادة، مهما تصاعدت وتائر الحيرة واستبد بالبعض التوتر، فإن سانحة غالية تلوح بالأفق ولا يستشرف مناراتها إلا المستبصرون، وأنتم في الطليعة منهم. فلأن نالت منظوماتنا التعليمية مواقع متأخرة في التصنيفات العالمية كتصنيف بيسا وتالس، فالفرصة كبيرة لتحقيق قفزة واسعة تتجاوز الحلول قصيرة المدى إلى أبعاد أرحب، يحتل بها التعليم في دول الخليج مواقع متقدمة
بفضل الإمكانات التقنية المتوفرة، إذ باتت دول الخليج تتبنى أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وإن ذلك لكفيل بأن يمنح الطلاب إمكانية التفوق على كثير من وصفائهم حتى في الدول المتقدمة. وكم يحدون الأمل في أن تبرز في الطليعة بعض الدول الأعضاء في الإيسسكو التي تضع النشاط التربوي التعليمي في صدارة أولويتها. كما أرى أنه قد حان الوقت لأن يقوم مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع منظمة الإيسسكو والمنظمات الدولية المتخصصة في تقييم المنصات التعليمية التقنية وبرامج التعليم عن بعد خلال جائحة كوفيد-19 لمعرفة التمايز بين هذه المنصات وحل صعوباتها. أصحاب المعالي والسعادة، لقد تصدت دولكم لمستجدات جائحة كوفيد-19 تصدياً نمع النجاحات مشهودة على المستوى العالمي، وإن تباينت طرائق وأنماط ذلك التصدي المحمود. ومن هنا وبالنظر إلى الضعف الذي يعتري بعض المنظومات التعليمية في دول أعضاء في منظمة الإيسسكو نتيجة هشاشة بناها التحتية وقلة مواردها الاقتصادية وغلبة النزاعات في بعضها، فإنه يطيب لي أن أتقدم بمبادرة تتمثل في أن تتبنى دول الخليج العربي نقل خبراتها وتطبيقاتها الناجحة إلى ما أومأت إليه من دول هي في أمس الحاجة ليد تمتد بالعون في سعيها للحد من آثار جائحة كوفيد-19، حيث تعرضت هذه الدول إلى منحنى خطير في أنظمتها التعليمية عجزت فيه عن الوفاء بما يضمن تجاوز ذلك الوضع المؤسف. فإن لقيت هذه المبادرة قبولا منكم واستحسانا، فإن منظمة الإيسسكو على أتم استعداد للتعاون معكم في إنفاذ هذه المبادرة، بدءا بموافاتكم بتقارير مفصلة عن الدول المتضررة واحتياجاتها الطارئة في المجال التعليمي والتقني. أصحاب المعالي والسعادة، ولكي أجمل ما فصلته سابقا، اسمحوا لي أن ألخص ما ذكرته بالنقاط التالية. أولا، إجابة التساؤل حول هل نحن مستعدون لمجابهة توقعات عام 2021، وهل تم وضع السيناريوهات المحتملة والمناسبة. ثانيا، أن هناك فرصة سانحة أمامنا في تحقيق قفزة نوعية في أدائنا التعليمي دوليا. ثالثا، حتمية تقييم المنصات التقنية التعليمية تأكدا من مدى نجاعتها. رابعا، مبادرة تطبيق التجارب الناجحة في دول الخليج على الدول الأقل نموا وتطلعنا للتجاوب مع هذه المبادرة. أجدد شكري لكم أصحاب المعالي الوزراء ولمكتب التربية العربي لدول الخليج ممثلاً بمعالي الدكتور علي عبد الخالق القرني، ومبتهلاً الله العلي القدير أن ينفع أمتنا بحصاد جهدكم في هذا المؤتمر الواعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام معالي الدكتور، شاكرين لكم دعمكم الدائم والمبادرات الطيبة في هذا الظرف الاستثنائي. ونعتقد أن النقاط المطروحة تستحق النقاش وتستحق الدراسة من قبل أصحاب المعالي. وإذا يسمحوا لي أنه إحنا أيضاً بندخلها ضمن الجلسة النقاشية. شكراً لمعاليكم، وكل الشكر والتقدير لكافة جهودكم، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين مكتب التربية والإيسسكو كما تفضلتم وذكرتم. الآن الكلمة لمعالي الدكتور محمد ولد أعمر، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو. تفضل معاليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، رئيسة المؤتمر العام 26 لمكتب التربية العربي لدول الخليج. أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، معالي الدكتور عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أقدم عزائي لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا، وتمنياتي للفقيد الرحمة والغفران. كما أود في البداية أن أتقدم بفائق التقدير إلى أصحاب السمو والمعالي الوزراء، معربا لهم عن عرفاني بالجميل لما يقدمونه للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من كريم الرعاية وسخي الدعم. بالشكر الجزيل إلى الأخ العزيز الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج على دعوته الكريمة وعلى حرصه على تعزيز التعاون بين المكتب والمنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة. نلتقي اليوم
والظروف ما تزال صعبة جراء استمرار بل استفعال تداعيات جائحة كوفيد 19، وهي وإن كانت آمال الخروج منها قد بدأت تلوح مع إعلانات قرب توفر اللقاحات في أجال لم تحدد بعد، ولكن انتهاء الأزمة هو غير بعيد بإذن الله. ينبغي أن لا ينسينا ما أحدثته من خسائر في مجمل قطاعات الحياة ومنها التعليم، وأننا اضطررنا إلى مواجهة أوضاع لم نكن مهيئين للتعامل معها مهما كان توفقنا في الحلول التي وجدناها. وقد كنا في الأليكسو من السباقين إلى توفير ما هو متاح للاستجابة لمقتضيات هذه الأوضاع الصعبة، فقد انطلقنا منذ شهر يناير 2020 مع بداية انتشار فيروس كورونا بعمل توعوي يستهدف حث الناس عامة والطلاب والمدرسين خاصة على اتباع قواعد الوقاية، كما شرعنا من حينها في العمل على تأمين استمرارية التعليم للطلاب عن طريق المنصات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية المتاحة وتدريب المعلمين، واستفادت من ذلك بعض الدول ذات الاحتياجات الخاصة مثل جيبوتي وجمهورية القمر والصومال وغيرها. ثم باشرنا تجميع التجارب التي قامت بها الدول العربية في هذا الظرف لتقاسمها والبناء عليها مستقبلا، وما زلنا نعمل في هذا الاتجاه ونخطط لما بعد الجائحة مستفيدين من الدروس التي تعلمناها من هذه الأزمة. وقد نسقنا مع معالي الوزراء لاستحداث عدد من اللجان الاستشارية الدائمة الجديدة، منها اللجنة الاستشارية الدائمة للتربية والتعليم واللجنة الدائمة للصحة المدرسية والجامعية، من أجل تعزيز التشاور وتعميق التفكير في قضايا التربية والصحة ودعم الجهود الرامية إلى خدمة التعليم والارتقاء بأداء منظوماته في الدول العربية ليكون قادرا على تحقيق التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. وفي هذا الإطار أعدت المنظمة وشركاؤها الخطة التنفيذية للتصنيف العربي للجامعات، وفي الوقت نفسه يتم وضع قاعدة بيانات لمراكز البحث العلمي بالدول العربية للاستفادة من الخبرات العربية المتوفرة في الداخل والخارج. كما انطلقت الإلكسو في تطوير منصات تفاعلية بهدف توفير منابر تواصلية رقمية للمعنيين بمجالات عمل المنظمة لتبادل الآراء والخبرات واقتراح أفكار وأدوات جديدة لرسم سياسات استشرافية للتعامل مع كل التحديات. ونرجو أن تعكس الخطة المستقبلية للمنظمة 23-28 مقاربة أكثر شمولاً وإدماجاً وأهدافاً واضحة وقابلة للتحقيق في الأجال المحددة، وهو ما سنحرص عليه أيضاً فيما يتعلق بتحديث الخطة الشاملة للثقافة العربية. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، لقد وضعتنا جائحة كوفيد 19 أمام تحديات غير مسبوقة بينت بوضوح أننا مطالبون في الوطن العربي بإصلاحات جوهرية لعلاج ما تبين أنه بحاجة إلى العلاج. وعلى مستوى مجالات عمل المنظمة نعتقد أن موضوع تطوير التعليم والبحث العلمي أصبح ضرورة وطنية وقومية ملحة لتحقيق أهداف أمننا العلمي والصحي والصناعي، وهذا يقتضي توحيد الإمكانيات المادية والبشرية للحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت وبأقل تكلفة. ولا شك في أن هذه الجائحة قد بيّنت أهمية التكنولوجيا الرقمية التي كان لها الفضل في الاتصال بين الناس والتعليم عن بعد أثناء الحجر الصحي، فهذا قطاع ينبغي أن ينال منا كل العناية حتى نطور الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونوفر البدائل الرقمية لمواجهة الأوضاع الاستثنائية ولتطوير عملنا في الظروف العادية وغير العادية. وفقنا الله جميعا لما فيه خير أمتنا وخير البشرية جمعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا معاليكم. بكل تأكيد الجائحة ألقت بظلالها على المنظومات التعليمية وجهود منظمة الإلكسو في هذا الجانب، يعني جهود مقدرة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين مكتب التربية والمنظمة خلال هذه الفترة. يعني مثل ما الكل ذكر، هذا وقت تعاون وتكاتف وتضافر والاستفادة من الخبرات، ونعتقد خبرات، أتحدث يعني عن خبرات المنطقة، أعتقد هي متوفرة للجميع. شكراً لما عليكم. والآن نعطي المجال تقديم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول سير العمل في دراسة تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم والمهارات التي تتطلبها الوظائف المستقبلية.
Andreas, we would like to welcome you again to this meeting. نرحب مرة أخرى بك أيضا لهذه الدعوة لتقديم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول دراسة سري الفجوة بين المخرجات. أهلا وسهلا، شكرا لك، شكرا لهذه الدعوة الكريمة، وشكرا للدعوة الكريمة، وشكرا للجهود أيضا دول الخليج. أيضا لا يمكن أن نختار موضوعا أهم من موضوع أيضا تجسير الفجوة ما بين مخرجات التعليم والمهارات التي تتطلبها الوظائف الاستقلالية في الكثير من لديكم الخريجي خريجي الجامعات، وهناك صعوبات أيضا نوجهها أيضا للنظر في وظائف الاستقلالية بنفس الوقت. أيضا يخبرنا أيضا أصحاب المصالح وأصحاب المنظمات أن هذه المنظمات ليست موجودة، وأيضا كوفيد 19 حقيقة ضخم هذه القضايا المتعلقة في كثير من الدول. أيضا إضافة إلى ذلك، لحسن الحظ لدينا أيضا مكتب التربية الذي يتشارك ويتعاون معنا أيضا ويعمل بجد في هذا الموضوع منذ وقت طويل، وعملنا أيضا في هذا المؤتمر بشكل مكثف إلى حد كبير عن الدراسة كيف يمكن أن نعمل على تجسير هذه الفجوة والتأكد أن هنالك أيضا تحول انتقالي واضح جدا لتجسير الفجوة الموجودة. إذا لو نظرنا أيضا عن الرقمنة والتحول الرقمي يسمح للجميع للتعاون والتنسيق أيضا والارتباط بشكل كبير جدا. بالإضافة إلى ذلك نركز أيضا قوتنا والذي لم نشهده من قبل، كما تعرفون إنه له مزايا خاصة أيضا، يمكن أن نسمع أي شيء على سبيل المثال ويصبح أيضا عالميا. إضافة إلى ذلك بما في ذلك أيضا إحداث هذه الفرقات الكبيرة وإحداث هذا التقنية بحد ذاتها أصبحت أيضا من العناصر الأساسية في التمكين. أكبر الشركات كما تعرفون أخذت تتولى هذا أيضا وأخذت تقوم بالاستثمار في هذا. بالإضافة إلى ذلك أصبحت تنتج أيضا منتجا كبيرا جدا داخل العمل. إضافة إلى ذلك التقنية بحد ذاتها وأيضا، لكن حتى إضافة لك كثير من أصبح أيضا عبيدا للتقنية ولأجهزة الحاسب الآلية، وأيضا الأمر يتعلق بالتعليم حيث ينطبق بنا المطاف في هذه الحديثة. لو نظرنا أيضا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونظرنا أيضا إلى المهارات وكيف يمكن إدارة هذه المعلومات الرقمية المعقدة، لو نظرنا أيضا إلى الجيل القديم كما تعرفون على سبيل المثال ما بين الأعمار ما بين 55 و 65 المستوى، 1 من 10 طبعا العمال القدامى الذين لديهم هذه المهارات للنجاح في عالم الرقمي والذي لدينا الآن أكثر من كثير منهم، هذا هو الواقع. إذن أعرف تماما أن مكتب التربية أيضا يهتمون كبير بشكل كبير جدا في التعليم في المدرسة، وهذا الأمر في غاية الأهمية، لكن أيضا علينا أن نفكر ذلك أن نعمل على رفع مستوى هذه المهارات إلى ليس فقط إلى طلاب أيضا، لأن هذا الأمر يصبح أكثر خطورة بالنسبة للمجتمعات الحديثة. هل يمكن أن أقول لماذا مثلا لماذا الجيل الحالي مستعد إلى حد كبير لهذه المعلومات الرقمية وهذه المهارات الرقمية إذا ما قارناه بالجيل القديم؟ لكن هنا نتحدث عن أيضا عن كل ثانية، كما تحدث هنا عن الأعمار ما بين 25 إلى 34 سنة. انظر إلى فنلندا مثلا وكازاخستان على سبيل المثال، في الجيل القديم تقريبا تتشابه، لكن في الجيل الحديث كما تعرفون فنلندا هي رقم واحد، ولكن كازاخستان تبقى في آخر هذه التصنيفات العالمية. السبب في ذلك هو عن حيوية هذا التقدم والتفاعل. لو نظرنا إلى سنغافورة وأيضا في الجيل القديم والجيل الحديث كما تعرفون في الجيل الحديث أيضا تتقدم بشكل كبير، لكن في الجيل القديم فإنها تعاني من ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية كما الجيل القديم كان مستعدا إلى ذلك، لكن التعليم الآن هي أقل من المستوى المطلوب. إذن الأشياء تتغير بوتيرة سريعة جدا. النظام التعليمي يمكن أن يرتفع، والنظام التعليمي أيضا يمكن أن يسقط ويهوي إلى آخر هذا السلم. يجب أن نضع ذلك بعين الاعتبار. الأمر لا يتعلق فقط بالتعليم في الجيل القديم، لكن أيضا في مستقبل في سوق العمل أيضا بالنسبة للجيل القديم. أيضا بالنسبة لطبيعة الشركات بما في ذلك طبعا بأن يكون لديها أيضا تقنية، منصة تقنية أيضا رقمية التي تعمل على قيادة هذه المنظمات بالنسبة للشركة. وأيضا يجب أن نعرف من هو العميل، هل هي شركة إلى شركة أم هو أن شخص إلى شركة أو شركة إلى شخص. إضافة إلى ذلك وهذا جدول، وهذا أيضا
شكل جديد بالنسبة للتقنية واستخدام التقنية الرقمية، وهالذي هذا أيضا يهدد كثير من الشركات. لو نظرنا إلى المهارات ومخاطر عملية الأدمدة، ويمكن أن نظر أيضا هناك علاقة سلبية واضحة جدا، كلما كانت هذه المهارات عالية جدا كلما كانت هذه الخطورة بالنسبة للمجتمع كان أقل في ذلك، وهذا هذه العلاقة كما تعرف تصبح أقوى يوما بعد يوم. المهارات هي أفضل ما يحمينا بالنسبة للأدمدة والرقمنة، لكن أيضا هذه من حقيقة الحقوق الأساسية بالنسبة لامتلاك هذه المهارات. يمكن أن نختبر هذه المهارات ويمكن تحويلها إلى شكل رقمي، بمعنى آخر ولك تقرير آخر من أيضا من المشاكل الأساسية في دول الخليج، أيضا التأكيد على مساعدة الطلاب أيضا لإعارة هذه المواد مرة أخرى لتعليمها أيضا، لكن أيضا التركيز لا يكون عالية جدا على هذه استخدام هذه المهارات في العمل. هذا ما نقوم بحمايته، ما يجب أن نحميه بالنسبة للجيل القادم بالنسبة للروبوتات. أيضا هنالك أيضا أثرين على الأتمتة، هنالك أيضا ما يسمى المهارات غير الروتينية والمهارات الروتينية. يمكن أن نضع هذه الأشياء مع بعضها البعض، ويمكن أن نرى ما هو مستقبل أو ما هو كيف سيبدو المستقبل، وهذا صحيح أيضا بالنسبة لكل دولة من هذه الدول إذا ما قررنا ذلك في هذه الدراسة أيضا. وسيكون هنالك أقل من الأعمال الروتينية، ويجب أن تكون هناك واجب ويكون هنالك أيضا أعمال تعتمد على المهارات. بالنسبة لكوفيد 19 وجائحة كوفيد 19 عملت على ما يسمى تضخيم حاجة المهارات وإعادة هذه المهارات. أزمة كوفيد 19 عملت على أيضا تقييد التحرك في هذه الأعمال، وأيضا عن الهجرة هذه الأعمال من مكان إلى آخر. إضافة إلى ذلك جعلت بعض هذه القطاعات وبعض هذه الأعمال أيضا غير حيوية، وهذا إضافة إلى ذلك هنالك أيضا أثر على العطالة وعمل على تخفيض الدخل، وأيضا عمل على زيادة عدم اليقين وعدم اليقين، والذي بحد ذاته أيضا أدى إلى عدم ارتياح من الناحية السياسية ومن الناحية الاجتماعية. إذن دعونا ننظر مرة أخرى أيضا نظرة للمضي قدما. أيضا الأمر يتعلق أيضا بتزويد المزيد من التعليم المرن، وأيضا زيادة استخدام التقنية في التعليم، والتركيز على ما يسمى قطاعات المستقبل التي تكون قادرة على حماية نفسها في المستقبل، والمهن التي تحمي نفسها في المستقبل. أيضا تعزيز أيضا عديد من المهارات الإدراكية والعاطفية والاجتماعية، لأنها مهمة جدا حقيقة، وأيضا وتزداد أهميتها في المستقبل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحاسب الآلي واستخدام التقنية الرقمية، وأيضا المهارات العاطفية، المهارات الاجتماعية، المهارات الإدراكية. لكن أيضا ما الذي يعني ذلك عندما نقوم بتكرير ذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي والإنسان أو البشر؟ يجب أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال مرة وتكرارا. عندما تحدث أيضا عن أن يكون لدينا المزيد من المرونة بالنسبة لإعادة هذه المهارات، هذا يعني أول التعليم المهني والتدريب المهني بما في ذلك أيضا التلمذة أو التدريب، الذي يسمح أيضا بالمزيد من الفرص التدريب وتوسيع هذا التدريب. أيضا أحيانا يجب أن نطرح على أنفسنا أيضا سؤال، مثلا في الكثير من الصناعات نحتاج مثلا في الصناعات الطبية العديد من الصناع من المهندسين، أيضا تزويد وتأمين ما يسمى مناهج متوفرة على الإنترنت في نهاية الأسبوع أو بشكل جزئي، وأيضا بالنسبة لتقديم التدريب في الشركات، دعم الموظفين الذين أيضا يأخذون ما يسمى دورات التلمذة أو دورات التدريب، المسارات السريعة وترخيص هذه ترخيص ومنح هذه الشهادات للمسارات السريعة والاعتراف بها أيضا بالنسبة للمرحلة التي تسبق التعليم، أيضا توجيه تقديم الاختبارات التي تعمل على تأهيل الأشخاص قبل الوصول إلى الأعمال. إضافة إلى ذلك أيضا تقديم التدريب إلى المهارات التي نشعر بأنها مفقودة أو شبه مفقودة، إضافة إلى ذلك أيضا إعادة التدريب السريع بما في ذلك الأعمال الأساسية. إذن هذه النقطة مهمة جدا علينا أن نفكر بها ونقوم بها، لكن عندما يتعلق بالتقنية الأمر حقيقة هذه له جانب واحد. عندما ننظر أيضا إلى التعليم العالمي ورأس المال الجريء، الأمر لو نظرنا إلى على سبيل المثال في 2014 وناقشنا ذلك أيضا بالنسبة للصين، وكما تعرفون لو نظرنا إلى التقنية في بشكل عام متواضعة بشكل عام، لكن في أوروبا
وفي دول أخرى أيضا كما تلاحظون فإن الصين تكون مرتفعة أكثر من غيرها. Korea, like China. كوريا مثلا والصين، وهذا يبدو أن يجب أن نضع ذلك بعين الاعتبار أن الأمور تحتاج الأمور تتغير أيضا في اتجاه آخر وليس في اتجاه واحد. لو تحدثنا أيضا عن التقنية المستخدمة في التعليم والإنفاق الذي يتم عليها أيضا بما في ذلك الواقع المعزز أيضا والواقع الافتراضي الذي يمكن أن ننظر إليه في الإنفاق الذي يتم الإنفاق عليه في والذكاء الاصطناعي بما في ذلك أيضا الروبوتات الآلية وغيرها من التقنيات الحديثة أيضا هناك إمكانيات كبيرة جدا لأن تأخذ أيضا طليعة المستقبل. لو نظرنا أيضا إلى التجارب التعلمات الجديدة هناك كثير من التعلم القائم على عن بعد أيضا والمتوفر على الإنترنت وأيضا المنهجيات الجديدة الابتكارية على سبيل المثال AK وVK وغيرها من التقنيات الحديثة التي تم استخدامها وتبنيها في الكثير من الدول. هذه المهارات الحيوية والتي أيضا يتم تعلمها في هذه الدول التقنية بحد ذاتها. Learning analytics, that's about, you know, how we learn. Once again, if you go to some of the East Asian countries, you find amazing technology in the classroom where teachers have real-time information on how interested their students are, whether they are bored, whether they make progress. Teachers understand how different students learn differently and can support that learning at a very individual level. Again, you know, particularly in a COVID crisis where the hybrid learning is becoming so important, students, you know, school closures, you need to compensate them. And that's where those kinds of technologies have huge promise and can change us. And once again, it's something that you can deploy in multiple settings, including at the workplace. No? Last but not least, and you can imagine that's a topic very close to my heart, assessment and exams. They are still one of the biggest bottlenecks in our education systems. المهارات والمهارات في سوق العمل إذا من المهم جدا أن تكون موجودة في سوق العمل. إذا يجب ألا يكون هناك سوق هذه المهارات أو سوق تفصيل أو سوق تفصيل أو سوق to the past and not هذه المهارات يجب أن تكون مناسبة لسوق العمل في المستقبل. إضافة إلى ذلك أيضا هذه أمثلة أيضا يمكن أن سوقها بالنسبة على سبيل أزمة كوفيد 19 الذي عمل تسريع الكثير من هذه المهارات ولدينا قدرة كبيرة جدا على هذه في البيئات المتعلقة في الكثير من المهن وهذا ما يحدث حقيقة في كثير من لو يجب أن يكون هناك تناسق تام بين ما يتطلب سوق العمل وما بين المهارات مهارات التعلم ونتائج التعلم. إضافة إلى ذلك التقييمات أو عمليات التقييم والاختبار مهمة جدا وكيف قام الطلاب وكيف يدرس الطلاب أو عفوا كيف يدرس المدرسون الطلاب وكيف أيضا وقوة ذلك وهذا يلعب دورا مهمة جدا إن لم نكن نأخذ ذلك بعين الاعتبار نقوم بالاستفادة من ذلك ونقوم بالاستثمار فإن ذلك يجعل عملية التغيير وعملية التحول صعبة جدا. الأمر أيضا يتعلق بالمهارات والطلبات وأيضا الطلب المتزايد على هذه المهارات خصوصا في دول الخليج وأيضا لا يفهم هذه في دول الخليج أيضا لا يفهمون أهمية على سبيل المثال يعرفون المهنيات عفوا المهن الموجودة في أعضاء العائلة أو أفراد العائلة لكن لا يعرفون ما هي الأشياء التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل. لربما يكون أيضا على سبيل المثال مهارات المستقبل أو سوق العمل يتطلب أشياء مختلفة تماما عما يشغل أهاليهم وأفراد عائلاتهم من أعمال في هذا الواقع. هذه أيضا الآمال هذه الطموحات أيضا مهمة جدا في المستقبل. النقطة الأخرى أيضا هو التوقع الطلب الاقتصادي والذي يتطلب لا يتطلب فقط على عرض هذه البيانات بل أيضا يتطلب إشراكي ومشاركة الجهات المستفيدة وأصحاب المصلحة. إضافة إلى ذلك على المدى القصير هنالك أيضا إعادة تدريب سريعة جدا للأعمال الأساسية وأيضا على المدى الطويل التركيز يكون أكثر على القطاعات التي يكون فيها مهارات متزايدة وطلب عليها متزايد أيضا خصوصا المهارات المتعلقة بالأعمال المتعلقة. النقطة الأخيرة
الذي أريد أن أتحدث عنها مرة أخرى. أيضاً تعودنا على أن نتعلم أيضاً نقوم بالعمل، لكن الآن التعلم هو العمل بحد ذاته. هذا طبعاً يسوقه وأيضاً الاقتصاد الحالي. وأيضاً اعتدنا على أن كما قلت أن نقوم بالعمل، لكن الآن التعلم هو العمل بحد ذاته. أيضاً في المستقبل في السنوات السنوات الأولى مهمة جدا أيضا، وأنا سعيد جدا بأن في دول الخليج أيضا في دول الخليج التعليم المبكر يسلط الضوء عليه إلى حد كبير، وهذا هي النقطة في غاية الأهمية. وأيضا كما تعرفون فإن أفضل ما يتم بناؤه ويتم إعطاؤه للطلاب هذه المهارات، لأن سيغير ذلك كل ذلك بما في ذلك التعاطف والمرونة والشغف والمحبة وكل ذلك، ويعمل على خلق هذه العواطف عفوا هذه المهارات العاطفية والاجتماعية والاجتماعية والعاطفية وأيضا المهارات الإدراكية. إذن نعرف تماما أن التركيز على التعليم في المرحلة المبكرة أو في الدخول المبكرة لسد هذه الثغرات الموجودة ما بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وهذا الأمر موجود في دول الخليج وهذا شيء جيد. إضافة إلى ذلك يجب أن يكون أيضا يجب ألا يكون حرامية، ويجب أن تركز على العمل وتزود هذه المهارات والتي ستسمح للناس أيضا لتغيير أفكارهم لتغيير سلوكياتهم. هذا ما يتطلبه العالم الحديث منا. وأيضا أنا أشكركم وبذلك سيدات ساتي على الانتباه، وسعيد جدا أن أتحدث أيضا وأن معكم أيضا، وأنا مستعد لتلقي الأسئلة إذا كانت أسئلة. شكرا لك أندرياس على ما تفضلت به في منظمة التعاون والتنمية. أيضا سعيدون جدا أن نعمل معك أيضا، حقيقة عرض رائع جدا فيه الكثير من الإلهام وكثير من الأشياء الإيجابية والأضواء التي سلطت والنقاط التي سلطت الضوء عليها، خصوصا الخطط التي أخذت مجراها. لكن أيضا كما تعرفون كل شيء يجب أن يتم بشكل متسارع يأخذ مسرح على الناحية الدولية. أعتقد أن المستقبل هو أسرع مما نتوقعه، المستقبل أيضا يسير بخطى أسرع مما نتوقعه، وبذلك أشكرك ونتطلع إلى العمل والتعاون معك أكثر في المستقبل. وانتهينا الآن من الجلسة الثانية، وراح ندخل في عرض ومناقشة التقارير المكتب. فهل في أي استفسارات قبل أن ننتقل إلى جلسة عرض ومناقشة الموضوعات؟ على كذا ننتقل مباشرة تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس. يقدم التقرير سعادة الدكتور عبد الله أبو سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب المعالي رئيس وأعضاء المؤتمر العام، الإخوة والأخوات الحضور، معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي والخليج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك سعادتي أن أعرض على مؤتمركم الموقر تقريراً عن أعمال المجلس التنفيذي بين دورتي المؤتمر العام 25 و 26. وأسجل في بدايته الشكر والتقدير لكم أصحاب المعالي لما أحطتم به عمل المجلس من اهتمام ساعده على أداء رسالته ومواصلة أعماله. كما أسجل الشكر لسعادة رئيس المجلس السابق الدكتور حمود بن خلفان الحارثي الذي تشرف برئاسة المجلس التنفيذي من بعده، والشكر موصول لمعالي المدير العام للمكتب الدكتور علي بن عبد الخالق القرني ومديري المراكز التابعة للمكتب والعاملين معهم على جهودهم في إنجاز المهام الموكلة إليهم. أصحاب المعالي، عقد المجلس التنفيذي خلال الدورة المالية 2019 و2020 للمكتب 3 دورات عادية واجتماعا استثنائيا عن بعد لمناقشة سبل مواجهة جائحة كورونا. واختتم المجلس اجتماعاته لهذه الدورة المالية بدورته 87 والتي تعد اجتماعا تحضيريا لهذا المؤتمر المبارك، وذلك بجانب التواصل المستمر بين أعضاء المجلس والمدير العام للتشاور وتبادل الرؤى حول ما يستجد من الموضوعات. ويطيب لي أن أعبر أمام مؤتمركم الموقر
عن سعادة المجلس التنفيذي بالمستوى الذي وصل إليه تنفيذ البرامج المعتمدة للمكتب من قبل المؤتمر العام، وهي برامج استراتيجية المكتب 2015-2020 في دورتها الأخيرة، حيث حرص المكتب على تنفيذها وفقاً لتوجيهاتكم بمراعاة معايير الجودة والإتقان. كما سعدنا في المجلس أن العمل لتنفيذ تلك البرامج قد تواصل بفضل الله دون انقطاع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك لوجود البنية المؤسسية التقنية التي أسسها المكتب ودوله الأعضاء، مما أسهم في توظيف برامج التواصل الإلكتروني لعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات وورش العمل والأنشطة كافة، وأتاح الفرصة لتوسيع قاعدة المستفيدين منها داخل دول الأعضاء وجذب إليها المستفيدين من خارجها، حتى وصل عددهم في بعض البرامج إلى الآلاف. أصحاب المعالي، لقد وجه المجلس التنفيذي في الفترة الماضية اهتمامه لتفعيل برامج المكتب وتعميق الآثار الميدانية لها والاستفادة من نتائجها في صياغة برامج جديدة متطورة تتناسب وما فرضته الظروف والمتغيرات وتلبي حاجات دول الأعضاء. لذلك وفقاً لتوجيهات مؤتمركم الموقر، فقد راعى المجلس ذلك في مراحل إعداد برامج الدورة المالية القادمة للمكتب وأجهزته 2020-2021 التي اشتملت على مجالات عدة تلبي متطلبات الميدان التربوي في الدول الأعضاء بالمرحلة الراهنة، وهي معروضة على مؤتمركم الموقر للتفضل بالنظر في إقرارها. أصحاب المعالي، إن المجلس التنفيذي وهو يضع أمام مؤتمركم الموقر هذا التقرير يشير باعتزاز إلى ما يحوزه المكتب وأجهزته من مكانة بين المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، وذلك بفضل دعمكم المتواصل وجهود العاملين فيه، وأشكر لكم ما أتحتموه لي من فرصة لعرض التقرير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادة الدكتور على التقرير، والدعوة الآن موجهة لمعالي الدكتور علي القرني لتقديم التقرير عن تنفيذ برامج ومشروعات المكتب وأجهزته للدورة المالية 2019-2020، وكذلك عرض المدير العام الخاص بالبرامج المقترحة للمكتب وأجهزته للدورة المالية 2021-2022. معالي الدكتور تفضل. شكراً معاليك. أصحاب المعالي، الأخوة الحضور، مثلت هذه البرامج المرحلة الأخيرة من استراتيجية مكتب التربية وأجهزة 2015-2020 والمعتمدة في الاجتماع التشاوري السابع في الدوحة في 1 أكتوبر 2013، وقد بلغ مجموع هذه البرامج والمشروعات 92 برنامجاً وزعت على الأهداف الاستراتيجية السبعة، وهي تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، تنمية النشر لتعزيز قيم المواطنة، تطوير السياسات التعليمية ونشر أفضل الممارسات، تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، تعزيز دور الأسرة والمجتمع في التعليم، إبراز دور المكتب بيت الخبرة في المجال التربوي، والهدف السابع هو تعزيز البنية المؤسسية. ونظراً لانتشار جائحة كورونا خلال هذه الدورة المالية، فقد نفذ المكتب وأجهزته برامجه بالطريقة المعتادة قبل انتشار الجائحة، ثم واصل بعد انتشارها التنفيذ دون توقف أو تأخير، مستفيداً من البنية التقنية التحتية التي أسسها المكتب منذ زمن بعيد. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن بوابة المكتب الإلكترونية تتسم بالشمول والفعالية، حيث وظفت فيها أحدث التقنيات ويتم تحديث بنائها كلما استجد تقنيات جديدة من قبل فريق داخل المكتب تم تكوينه للاستغناء عن التعاقدات مع الشركات التقنية، تحقيقاً لعامل السرعة في إجراء التعديلات، وكذلك توفير المال بنسب عالية جداً، والأهم من ذلك هو توجيه مسار بناء البرامج والأنظمة وتفعيلها لتناسب تماماً الاحتياجات الحقيقية والفعلية للمكتب. ولا أنسى هنا أن أشيد بجهود الزملاء في فريق التقنية، حيث تحول المكتب منذ سنوات للاستغناء شبه الكلي عن الورق، ويمكن حالياً التعامل مع الشؤون المالية والإدارية والتقنية عن بعد، وتكونت لدى المكتب مجموعة من الأنظمة يمكن تسويقها وبيعها، حيث يملك المكتب كل تفاصيلها بالكامل، مثل نظام تحكيم وأتمتة المجلات العلمية رسالة الخليج العربي، ونظام تحكيم الجوائز المسابقات العلمية، ونظم المكتب الرقمية،
ونظام إصدار لإدارة الترجمة والتأليف والنشر إلكترونياً، وقد ذلل المكتب وأجهزته تحديات تنفيذ بعض البرامج عن بعد، وخاصة البرامج الموجهة للطلبة، حيث نفذ برنامج المسرح المدرسي بمشاركة أكثر من 70 طالب وطالبة من دولنا، إضافة إلى المشرفين في مهارات وقيم المسرح المدرسي. كما نفذت دورة الخليج الرياضية الإلكترونية في كرة القدم، وبهذه المناسبة أهني معالي حسين الحمادي على فوز دولة الإمارات ببطولة هذه الدورة. كما ستنفذ في الأيام القادمة زيارات افتراضية لبعض المعالم الحضارية في دولنا، وسنبدأ بهيئة الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيشارك فيها مجموعة من الطلاب من دولنا جميعا. ولكي تكون لديكم أصحاب المعالي فكرة سريعة عن ماهية برامج المكتب في هذه الدورة، أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو.
معاركي مع مستوى التنفيذ، مستوى الإنجاز في تنفيذ هذه البرامج، فسأعرض هذه الشريحة حيث يبين الرسم مستوى التنفيذ. هذه اللون الأخضر هي البرامج التي نفذت تماماً، وباللون الأزرق هي البرامج تحت التنفيذ، وسوف لن يتجاوز موعد تنفيذها يناير 2021. أما البرامج التي باللون الأحمر فهي برامج لا يخصص لها عادة المبالغ في الميزانية، وإنما تعتمد على حاجة وزارات التربية والتعليم في التعاقد بشأنها، وبالتالي فهي قد تنفذ أو لا تنفذ حسب احتياج وزارتنا. كما أن لكل برنامج مؤشرات تنفيذ يمكن الرجوع إليها على بوابة المكتب، ويمكن تلخيصها جميعها في هذه الشريحة، شريحة المؤشرات. هذه شريحة المؤشرات تتحدث عن عدد الطلاب المشاركين، المعلمين المشاركين، المشرفين، خبراء الدول الأعضاء، الخبراء الدوليين، عدد النسخ، الجوائز، الفعاليات المقامة، رضا المستفيدين، عدد الاتفاقيات، الموقع الإلكتروني وزواره، عدد الإصدارات، الأبحاث والمشاريع والمبادرات والكتب، اللقاءات والاجتماعات، والمستفيدون من الخدمات الإلكترونية. هناك أيضاً شريحة عن الفعاليات التي تم تنفيذها بعد جائحة كورونا، كانت 29 ورشة تدريبية وندوة نفذت، 50 مشاركة للمكتب مع الهيئات والمنظمات الدولية، و14 الاجتماعات مع الدول الأعضاء والمراكز. عدد مشاركين في هذه الفعاليات الإلكترونية 17,000 ويزيد، وكان تقييم المستفيدين من الفعاليات عن بعد بهذا الشكل. أيضا استطاع المكتب، هذه وضع المكتب في التواصل الاجتماعي، وكذلك المشاركات التي بناها المكتب والتي استطاع بواسطتها أن ينفذ جميع برامجه وأن يوسع دائرة الاستفادة من برامجه. هذه هي برامجنا في الدورة الماضية. وختاماً لا يفوتني أن أشيد بمستوى المشاركة من منسوبي وزاراتنا الموقرة، من صانع القرار والتربويين والمعلمين وكذلك الطلبة، كما أشكر زملائي في المكتب ومديري أجهزته في الكويت والدوحة والشارقة. وبهذا أنتهي من تقرير تنفيذ البرامج للدورة المالية السابقة. هل تريدين معك أن تقرير البرامج المقترحة للمكتب في الدورة القادمة، أو نترك أتوقف قليلا للنقاش؟ معك. يبدو لي سأنتقل إلى النقطة الثانية، وهي البرامج المقترحة للمكتب وأجهزة. خلاص معالي الدكتور، يفضل تقديم التقرير الثاني ومن ثم نفتح المجال للنقاش. جيد. بالنسبة للبرامج المقترحة للمكتب وأجهزة للدورة المالية القادمة 2021-2022، أعد المكتب منظومة برامج للدورة القادمة منطلقاً من عدد من المرجعيات تعرضها هذه الشريحة. قرارات لجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، قرارات المؤتمر العام الاستثنائي الذي عقد في مسقط في 9 أكتوبر 2019، نتائج مقابلات فريق إعداد البرامج لأعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي، استطلاع مرئيات المراكز والإدارات التابعة للمكتب، مراجعة تقارير سير العمل عن تنفيذ برامج استراتيجية وتحليل مخرجاتها، نتائج ورشة العمل التمهيدية بمشاركة 30 خبيرا مختصر من الدول الأعضاء، ونتائج حلقة النقاش لمجموعة التركيز شارك فيها 14 خبيرا من الدول الأعضاء، وأيضا المستجدات العالمية كانت من ضمن المرجعيات، وأهم المستجدات هي كوفيد-19، خلصنا الله منها قريبا. وبناء عليه فقد أعد المكتب منظومة برامج السنتين المقبلتين وعددها 78 برنامجاً موزعة على الأهداف الاستراتيجية المعدلة، وممكن نعرض عليكم شريحة الأهداف الاستراتيجية للدورة القادمة. هي تحتوي على 7 أهداف استراتيجية بها 18 مبادرة و78 برنامجاً. ممكن ندخل على الأهداف مباشرة في هذه الشريحة. الهدف الأول هو التنسيق والتعاون، الهوية الوطنية، اللغة العربية، العلوم والرياضيات، التقنية والتعليم، القدرات التعليمية والبنية المؤسسية. فلو أخذنا مثلاً أحد هذه الأهداف وليكن هدف الهوية الوطنية،
هذا الهدف يتكون من مبادرتين، الهوية والثقافة والقيم المشتركة. لو أخذنا في مبادرة الهوية والثقافة نجد بأنها تحتوي على مجموعة من البرامج مثل مهرجان الفنون الخليجي، تطوير نماذج تطبيقية لمفاهيم التربية على المواطنة، سلسلة مطبوعات وأنشطة حول الهوية والمواطنة الرقمية، دراسات ومطبوعات حول المشترك الثقافي للدول الأعضاء، أخلاقيات التعليم والتعلم عن بعد. ولو أخذنا مثلا البرنامج أخلاقيات التعليم والتعلم عن بعد فإن خطة تنفيذها تكون يعني هذه خارطة طريق تنفيذ هذا البرنامج، وهي عبارة عن الوصف والأهداف والنشاطات وآليات التنفيذ، المخرجات والنواتج، المستهدفون والمؤشرات، قياس الأداء. وكل برنامج من البرامج له مثل هذه الخارطة التنفيذية، وقد روعي في تصميم البرامج اتباع مبدأ العمل من أسفل إلى أعلى bottom up للتأكد من توحد المفهوم واللغة من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، لأن أكبر معوقات التنفيذ بالشكل المطلوب هي أن تكون اللغة أحيانا واضحة في مستوى التخطيط، لكنها عندما تصل إلى مستوى التنفيذ تكون قد تشوهت وتغيرت. ولذلك حرصنا على أن يكون لكل برنامج خطة طريق لتنفيذه. لو أخذنا المبادرة الأخرى اللي هي مبادرة القيم المشتركة، هذه المبادرة بها مجموعة من البرامج، مسابقة المكتب، مطبوعات وأنشطة حول المواطنة الرقمية، دورات تدريبية للمعلمين على القيم المشتركة والتسامح وقبول الآخر، وسلسلة مطبوعات حول قيم التسامح وقبول الآخر. لو أخذنا مثلا برنامج مسابقة المكتب في القيم المشتركة والتسامح وقبول الآخر، فهذه خطة طريق تنفيذ هذا البرنامج. ثم ممكن ننتقل إلى هدف آخر، مثلا هدف استخدام التقنية في التعليم، وليكن هدف استخدام التقنية في التعليم. هذا الهدف يتكون من مبادرة التقنية والذكاء الاصطناعي، وفي هذه المبادرة مجموعة من البرامج هي المرصد الخليجي للذكاء الاصطناعي في التعليم، منصة التعليم، المعايير الخليجية في التعليم الإلكتروني، إطار مرجعي لإنشاء المدارس الافتراضية وتفعيلها، تبادل الخبرات والتجارب الدولية في الذكاء الاصطناعي في التعليم، مطبوعات وتقارير حول خيارات التعليم والتعلم والتقويم والتعليم المدمج والهجين. لو أخذنا برنامج المرصد الخليجي في الذكاء الاصطناعي الذي وجهتم به، فإن هذه خريطة تنفيذه، الوصف والأهداف والنشاطات والآلية التنفيذ والمخرجات وهكذا. لو أخذنا برنامج التعليم المدمج الهجين Blended Learning، أيضا ستكون هذه طريقة تنفيذه، وهكذا تستمر كل الأهداف وكل البرامج. ولا أريد أن أطيل عليكم باستعراضها جميعها لأنها موجودة في الوثيقة التي أرسلت إليكم أصحاب المحل. شكرا معاليكم. شكرا معالي الدكتور، والشكر موصول لمكتب التربية العربي وكافة العاملين في المكتب ولأصحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذي. حقيقة يعني قمة في التخطيط وبرامج، يعني احنا ندرك ان هناك برامج متنوعة و يعني تلبي احتياجات التعليم في منطقتنا، لكن حقيقة من يطلع على الوثائق ويدرسها يجد انها فعلا اعدت او خطط لهذه البرامج وهذه المبادرات بدقة متناهية. فكل الشكر لكم في مكتب التربية، والمجال الآن مفتوح لأصحاب المعالي والسعادة والأعضاء لطرح استفساراتكم أو مرئياتكم حول ما قدم. هل من إضافة، مرئيات، استفسارات من أصحاب المعالي؟ بالتالي يعني معالي الدكتور على كذا أنه هناك رضا على هذه البرامج، والحمد لله بجهود معالي الدكتور. تفضل معالي الدكتور حسين. شكرا عليكم. صراحة البرامج مميزة، أنا طلعت على التفاصيل في العلوم والرياضيات ولاحظت أنه مكتوب كلمة التكنولوجيا بس في التفاصيل ما لها لما جتها. فأنا أشوف أن إحنا في الحين نتكلم عن تكنولوجيا يعني الثورة الصناعية الرابعة والتحول بيصير في المنظومة التعليمية في دول الخليج، فأنا أبغى أشوف بس شوي لو يتم إدراج بعض الأشياء عن التكنولوجيا التطبيقية في مع الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا لو تضاف بيكون وايد زين. يعني هذا اقتراح مني أنا،
لأن أشوف إن هالحاجة ضرورية لعيالنا يعرفون كيف هالمهارات ساينس أبلايد للتكنولوجي وكيف يحلون في أمور تتعلق بتحديات تواجه دول الخليج، فيكون ثقافة من أبناء الطلبة من الرياض والحلقة الأولى والثانية في فهم وإدراك التكنولوجيا ودورها في الحياة وفي المستقبل إن شاء الله. مشكور عليكم. شكرا عليكم. أعتقد واضح جدا وضروري جدا خلال هذه المرحلة، يعني ما نتحدث عن العلوم فقط بدون التكنولوجيا. شكرا جزيلا عليكم. معالي الدكتور ماجد تفضل. شكرا معالي الرئيسة، والشكر أيضا الأخ الدكتور علي قرني والأخوان اللي عملوا على هذه البرامج. صراحة أنا يعني عجبني كثيرا أنها كتبت بأسلوب علمي في مؤشرات وفي أهداف وفي نتائج متوقعة، وهي صراحة بين أن هناك جهد كبير بذل فيها، ونتمنى إن شاء الله أن يعني تحظى بأهمية كبيرة، وأن المجلس يعني يضع المجلس التنفيذي يعني في اعتباره متابعة هذه النتائج، لأن البرامج التي وضعت اليوم، واليوم إحنا نتكلم عن أمور هدت المنطقة، وبالتالي كل ما استفدنا من هذه النتائج ستكون الفائدة عام وأحسن. فأنا بس أحب أكرر شكري لتقريري وتقديري لفريق العمل والأخوة الكرام أعضاء المجلس التنفيذي على ما بذل على هذا الصعيد. شكرا معالي الرئيس. شكرا معاليكم. أعتقد لا توجد أي إضافات أي استفسارات أخرى. نكرر مرة أخرى شكرنا للدكتور علي ومكتب التربية وأعضاء المجلس التنفيذي مثل ما ذكروا الأخوة، ونؤكد على ما ذكروا معالي الدكتور على يعني حرص المجلس التنفيذي على تنفيذ ما ورد في الخطة. الآن طبعاً الأمر مطروح أمامنا أصحاب المعالي بالنسبة لتحديد موعد انعقاد الاجتماع التشاوري العاشر لوزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء، وكان المقترح هو عقد الاجتماع التشاوري العاشر لوزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 على أن يحدد مكان الاجتماع في وقت لاحق حسب المستجدات. وطبعاً هذا الأمر معروض عليكم أصحاب المعالي. 2021 معالي الدكتور حسين مناسب؟ معالي الدكتور ماجد مناسب يعني ما عندنا مناسب خلاص. هو مبدئيا يعني انا اعتقد هذه تواريخ مبدئيه نتفق عليها، ووفق المستجدات العالم الان يمر بجائحه، فما نعرف يعني القادم، وباذن الله خير يعني يكون، فمبدئيا متفقين على هذا التاريخ. بالنسبه لموعد ايضا موعد اقتراح موعد عقد الدوره العاديه 27 للمؤتمر العام يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 على أن يحدد مكان الاجتماع في وقت لاحق حسب المستجدات. في اتفاق؟ خلاص الأمور طيبة الحمد لله. الآن أستأذنكم ننتقل إلى الجلسة الخاصة لأصحاب المعالي، ونستأذن تفضل معليكم. شكرا. انا بس حبيت يعني اشير لنا نقطه في ما يستجد. اول واحده النقطه الاوليه ان اشكرك معالي الرئيس على الاداره ورحابه الصدر، وهذا شيء احنا متعودين منكم ومن هذا البلد الشقيق دائما. والنقطه الاخرى بس بعد حبيت يعني ما دام موجود معنا رئيس جامعه الخليج العربي، وهي احدى ما يعني المكتب داعم لها ساند لها، أن أشكر الأخ الدكتور خالد العهلي صراحة على النتائج التي تحققها الآن جامعة الخليج العربي في ظل قيادته. هذه النتائج على الصعيد الأكاديمي أيضا، على الصعيد وضع الجامعة بين الجامعات العالمية،
وهي لا زالت تشكل يعني نموذجا واضحا للتعاون بين دولنا الشقيقه، فطلابها كلهم ابنائنا واخواننا، وكذلك ايضا جهودها المستمره صراحه، اللي نتمنى ان شاء الله يكون المؤتمر القادم في المبنى الجديد اللي في المدينه الطبيه، مدينه الملك عبد الله الطبيه، لله الحمد يعني الان قطعت شوطا كبيرا في البناء. متابعه الدكتور صراحه حقي يعني كلمه حق انا اردت ان اقولها امامكم، وهذه شهاده لازم يديها علي ضميري ان ابينها لكم، جهوده كبيره، وهذه احدى النتائج اعتقد العظيمه لمكتب التربيه العربي لدول الخليج، حيث اوجد هذه الجامعه التي تعتبر نموذجا بين الدول العربيه من حيث التشارك فيها وادارتها بين ابناء المنطقه، وهذه تجسيد واضح في اعظم صوره واوضح برهان على العلاقات الوثيقه بين دولنا. فشكرا على الرئيس، وشكرا حق الاخ خالد، وشكرا لكل من يدعم هذا المشروع التربوي المتميز. شكرا معاليكم، وجميعنا نضم صوتنا الى صوتك ونتوجه بالشكر لهم جميعا. ننتقل الان الى الجلسه الخاصه، واستاذن المشاركين في هذا الاجتماع بمغادرة القاعة، وندعو أصحاب المعالي أعضاء مكتب التربية العربي للبقاء في القاعة. الزملاء أعتقد وصلوا، كلهم حاضرين. ندعو الآن معالي الدكتور علي لقراءة توصيات المؤتمر. تفضل معاليكم. شكرا معاليكي. سأتجاوز ديباجة محضر الاجتماع وأنتقل مباشرة إلى القرارات. نعم. القرار الواحد بشأن تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس في ما بين دورتي المؤتمر العام 25 والسادس 26. اطلع المؤتمر العام على تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس فيما بين دورتي المؤتمر العام 25 والسادس 26، واستمع المؤتمر إلى ما عرضه سعادته عن أعمال المجلس ونشاطاته ومتابعته لتنفيذ برامج المكتب وأجهزته خلال تلك الفترة، وإعداد برامج الدورة المالية 21-22، وبعد الإحاطة بما تم بهذا الشأن وبعد النقاش وتداول الرأي، قرر المؤتمر ما يأتي: أولاً، توجيه الشكر وتقدير رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي على ما بذلوه من جهود موفقة خلال الدورة المالية المنتهية 2019-2020. ثانياً، دعوة أعضاء المجلس التنفيذي لمتابعة تطبيق نواتج برامج المكتب وأجهزته في دولهم والاستفادة منها على أرض الواقع. القرار رقم 2 بشأن تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج ومشروعات المكتب وأجهزته للدورة المالية 2019-2020. اطلع المؤتمر على مذكرة المدير العام ومرافقها تقريره عن تنفيذ برامج مشروعات المكتب وأجهزته للدورة المالية 19-20 التي تمثل المرحلة الأخيرة من استراتيجية المكتب 2015-2020، وشاهد العرض الذي قدمه المدير العام عن نشاطات المكتب ومشاركاته في فعاليات المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأعماله، وبعد الإحاطة بما بذله المكتب وأجهزته من جهود للقيام بالمهام الموكلة إليه وتنفيذ البرامج المعتمدة له، وبعد النقاش وتداول الرأي، قرر المؤتمر ما يأتي: توجيه الشكر للمكتب وأجهزته على ما تم بذله من جهود لاستكمال تنفيذ برامج استراتيجية مكتب التربية العربي دول الخليج 2015-2020، والتنويه بما حققه المكتب والمراكز التابعة له من إنجازات من خلال مشاركات في نشاطات وبرامج وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء، والحضور المتميز في فعاليات المنظمات الإقليمية والدولية ذات علاقة. 2، دعوة المكتب إلى إدراج بعض المبتكرات التقنية التي تكسب الطلبة هذه التوصية اللي ذكرها المهندس الحمادي، سأذكرها في القرار التالي. 2، دعوة المدير العام إلى بذل مزيد من الجهود لتوسيع دائرة الاستفادة من برامج المكتب وأجهزته وتوظيفها في ميدان التربية والتعليم داخل الدول الأعضاء. قرار رقم 3، البرامج المقترحة للمكتب وأجهزته للدورة المالية 21-22. اطلع المؤتمر على مذكرة المدير العام ومرافقها برامج المكتب وأجهزته للدورة المالية 21-22، وبعد الاطلاع على توصية المجلس التنفيذي بشأنها في دورته 87 واجتماعه التحضيري لأعمال هذا المؤتمر، وبعد النقاش وتداول الرأي، قرر المؤتمر ما يأتي: اعتماد برامج المكتب وأجهزته للدورة المالية القادمة 2021-2022 المرفقة بمذكرة المدير العام.
دعوة المدير العام لاتخاذ كل ما من شأنه ضمان جودة تنفيذ البرامج وإنجازها في المدة الزمنية المقررة لها، بما في ذلك الاستعانة ببيوت الخبرة والمؤسسات التربوية المتميزة. دعوة المكتب إلى تضمين الخطة برامج تقنية مرتبطة بتعلم واستيعاب مهارات العلوم والرياضيات وتدريب الطلبة على استخدام التكنولوجيا في تعلم هذه المواد المهمة. قرار رقم 4، بمنزلة المكتب وأجهزة الدورة المالية 21-22، اطلع المؤتمر على مذكرة المدير العام المرفق بها موازنة المكتب وأجهزة الدورة المالية القادمة 21-22، واطلع المؤتمر على الأسس التي تم إعداد الموازنة بموجبها، وبعد النظر في توصية المجلس التنفيذي بشأنها في دورته 87 واجتماعه التحضيري لأعمال هذا المؤتمر، وبناء على ما دار من مناقشات، فقرر المؤتمر ما يأتي: اعتماد موازنة المكتب والمراكز التابعة للدورة المالية القادمة 21-22 ومقدارها 87,455,183 ريالا سعوديا، وتفاصيلها كالتالي: حصص الدول الأعضاء 82,537,419، موارد ذاتية متوقعة 4,920,764، 2، يفوض المدير العام في حدود الاعتماد المقرر التصرف في موازنة البرامج استخدام ما قد يتوفر في ميزانية أحد البرامج لتنفيذ أو استكمال برنامج الآخر، 3، الاستمرار في تأجيل مساهمات الجمهورية اليمنية للدورة المالية القادمة. قرار رقم 5، موعد انعقاد الاجتماع التشاوري العاشر لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء. اطلع المؤتمر على مذكرة المدير العام بشأن موعد انعقاد الاجتماع التشاوري العاشر لوزراء التربية والتعليم، وبعد النظر في اقتراح المجلس التنفيذي بهذا الخصوص وبناء على مدار مناقشات، قرر المؤتمر عقد الاجتماع التشاوري العاشر لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 على أن يحدد مكان الاجتماع في وقت لاحق حسب المستجدات. 2، دعوة المدير العام إلى التنسيق مع الدول الأعضاء لتأكيد موعد عقد الاجتماع وتحديد مكانه قبل التاريخ المذكور بوقت كافي. القرار التالي، موعد انعقاد الدورة العادية 27 للمؤتمر العام بعد الاطلاع على مذكرة المدير العام حول تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام 27 للمكتب، وبعد النظر في اقتراح المجلس التنفيذي لهذا الخصوص، قرر المؤتمر ما يأتي: عقد الدورة العادية 27 للمؤتمر العام يوم الخميس 15 ديسمبر 2020 على أن يحدد مكان الاجتماع في وقت لاحق حسب المستجدات. 2، دعوة المدير العام إلى التنسيق مع الدول الأعضاء بتأكيد موعد عقد الاجتماع وتحديد مكانه قبل التاريخ المذكور بوقت كافي، والله ولي التوفيق. وستقدم هذه القرارات لمعالي رئيسة المؤتمر لتوقيعها إن شاء الله. شكراً معاليكم. هل من مداخلات أو إضافات على التوصيات والقرارات؟ وبذلك أنا أعتقد وصلنا لختام هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عقد هذا المؤتمر خلال هذه المرحلة يأتي في سياق تعزيز أواصر التعاون وتعميق مجالات التكامل بين الدول الأعضاء في المكتب، وتبادل الخبرات والتجارب في كافة نواحي العمل التربوي، وبناء رؤى مشتركة تستشرف مستقبل التعليم بدول المجلس في ظل انتشار هذه الجائحة. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، في ختام هذا المؤتمر أتقدم إليكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير على ما أبديتموه من مناقشات بناءة ومداخلات قيمة، والشكر موصول إلى معالي الدكتور مدير عام مكتب التربية العربي والعاملين معه على ما بذلوه من جهود مقدرة في التحضير لهذا الاجتماع، سائلة الله العلي القدير أن يحفظ أوطاننا من كل مكروه، وأن يديم عليها نعم الرخاء والاستقرار في ظل الرعاية.